يوه جابر، صباح الخير يا اخوي. صباح النور. يلا يا اخويا عشان ناكل مع بعض. بسم الله. لا انا لازم امشي. طب يا اخويا بالسلامه. كلي. ما تقلقش عليها، هوكلها. سماح في عناية. بالسلامه انت يا حبيبي. شكرا. العفو. يلا يا اختي بسم الله كلي. انا تعبتي معايا قوي يا صباح. لا يا اختي ما تقوليش الكلام ده، ده انتي غالية ومن ريحة الغالي كمان. اصل جابر ده الغالي بتاعنا، يتحط على الجرح يطيب. انا فعلا ما شفتش حد حنين قده. انتي هتقولي لي عليه؟ ده احنا عشرة عمري يا حبيبتي وتربية حارة واحدة. بس هنعمل ايه بقى؟ القلب ما يريد. مش فاهمة الصراحة يا اختي بقى. انا ارتحت لك ومش هخبي عليكي. اصل انا وجابر موعودين لبعض من زمان قوي، ايام ما كنا صغيرين وكنا مستنيين اليوم اللي يجي ونتجوز فيه. بس هنعمل بقى ايه؟ الظروف. شقاوة جابر ودتنا في داهية، دخل السجن وامه عيت ومشاكلي مع ابويا. يوه بلاوي. بس معلش ربنا هيكرمنا ان شاء الله وهيحصل وهنول المراد كمان. انت يا اختي ما بتاكليش ليه؟ هو الاكل مش عاجبك؟ ده حتى يفتح النفس. انا اصلا مش عارفه. يقطعني شكلي سدت نفسك. اصلا انا عارفه نفسي رغايه ولتاته. معلش انا هسيبك تاكلي براحتك وبعد شويه اجي اخد الصينيه. احنا كلنا هنا عشان خاطر راحتك يا عسل. بالاذن.